يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب علينا أن نسأل المسلمين هنا في هذه البلاد في أسواقهم ومطاعمهم وبيوتهم عن مصدر لحومهم، مع أنها قد انتشرت اللحوم المستوردة، أم نأكل منهم بدون سؤال؟ أما اللحم المستورد فالأحسن أنك تتجنبه من باب الاحتياط، أما اللحوم اللي تذبح هنا فهذه لا تسأل عنها. الأصل أن ما يعرض في أسواق المسلمين الأصل فيه الحل إن شاء الله، لكن المستورد المكتوب عليه أنه مستورد الأحسن أنك تتجنبه لأنه مشتبه. نعم.